مستر موسيماني هل فعلا هيلعب بنفس الاسلوب او بيفكر بنفس الاسلوب اللي بيفكر بيه كابتن عادل، هيبقى معتمد على الشق الدفاعي اكتر شويه من الشق الهجومي؟ طيب نفترض ان حسام حسن غير متواجد في المباراه، مين يحل ويبقى راس حربه مكان مثلا حسام حسن؟ انت هنا هتتكلم عن اسماء بقى، هتخصص هتكلم اسماء. أوكي. طبعا ماشي. طيب خليني اتفق مع كابتن عادل يعني تمام، عشان يعرف ان انا برضو مش يعني في الكوره. بعدين بقى بعد الهوا نبقى بعد الهوا نتكلم. ماشي. يعني اكيد طبعا، يعني انت النهارده لما بتبقى انت بتلاقي فرقه كبيره يعني عندها امكانيات وقدرات وانت عندك نواقص كتيره جدا، فاول حاجه انت بتبص ليها او بتفكر فيها هي ازاي اامن نفسي دفاعيا، ازاي اشتغل بشكل دفاعي منظم عشان ما اخترقش، تمام، عشان ما يبقاش فيها هجمات عليا، عشان ما يتسجلش فيها اهداف. دي رقم واحد، دي رقم واحد انت بتفكر فيها كمدير فني. رقم اتنين، ازاي ممكن في بعض الاوقات تمتلك نص الملعب وازاي انك تعمل تحول. احنا هل النهارده ممكن مستر موسيماني يفكر في الاستحواذ؟ ما اعتقدش، يعني ما اعتقدش في الوقت الحالي. صحيح. هو ممكن يفكر في الكاونتر اتاك، في الهجمات المرتده السريعه. عشان كده انا بشوف ان ممكن طاهر محمد طاهر هو ممكن يكون راس الحربه الاساسي بالنسبه لمستر موسيماني في الطريقه دي، مش حسام حسن. بس عشان طاهر عنده مقاومات راس الحربه، عشان السرعات. خد بالك انت مش هتشتغل او مش هتعتمد على رقم 9 المحطه. انت هتعتمد على 3 عندهم سرعات، هتعتمد على التحول السريع. لان انت زي ما اتفقنا كده، هل انت ممكن تمتلك نص الملعب؟ لا ما اعتقدش. هل ممكن تلعب على كده؟ برضه ما اعتقدش. لا ما اعتقدش. بص هقول لك يا اسلام، اولا انت كابتن اشترك كلنا يعني كلكم الفرقه اللي قدامك، بنتكلم يعني قوه الفرقه اللي قدامك. تاني حاجه خد بالك انت النهارده، تاني حاجه قبل بس ما تكمل، انا ما اعرفش انتوا النقطه دي سمعتوها ولا لا. في ناس غايبه من مونتري برضه. لا مونتري عشان هو بيقول مونتري. لا بس مش خمس لعيبه تقريبا، خمس لعيبه هم هيكونوا متواجدين. لكن لا وفيهم هيلعبوا يوم اثنين، هيلعبوا يوم الخميس يعني عايز اقول لك ان عندهم هم عدد كبير من اللعيبه. امريكا الجنوبيه عندها قوه وعندها لياقه بدنيه وعندها سرعات عاليه. بتتكلم في نص يعني هم في التوب فورم بتاعهم قوي كمان، مش بالاجهاد يعني. يعني ايه مش هتفرق خمسه لعيبه؟ لا كمان بص كمان يا اسامه، في نقطه مهمه اعتقد ان انت الاثنين اللي بيشتغلوا لك في عمليه الاستحواذ المهمين جدا الاثنين في المنتخب. أيوه. الاثنين الاساسيين السوليه عمرو السوليه وحمدي فتحي. الاثنين اللي بيقوموا بالدور الجيد ده. فهمت. خاصه السوليه، انت حمدي فتحي بيبتدي عمليه التحضير من تحت، السوليه هو اللعيب اللي بتعتمد عليه في الثرو باسز، اللعيب البديل لرقم 10 هو السوليه عندك. مش يعني احيانا كتيره جدا بتعتمد عليه بجوار مجدي قفشه. النهارده هو مش موجود وحمدي فتحي مش موجود. عشان كده انا بقول ايه، انك انت في الماتش ده ممكن تعتمد بس على الكاونتر اتاك، الهجمات المرتده السريعه. بس ليه انتوا طاهر محمد طاهر ليه انتوا في كلامكم انت والكابتن عادل لاغين حته مثلا الشق الهجومي للاطراف او شغل الاطراف؟ هل الاطراف هيبقى الشغل الشاغل ليها مثلا الجانب الدفاعي فقط؟ لا مش هيبقى الجانب الدفاعي فقط لا غير. يا كابتن ايمن يعني انت بتشتغل كوحده في الملعب. كويس. ممكن تشتغل في بعض الاوقات انك تبني هجمه برضه يبقى في نسبه استحواذ، ده وضع طبيعي. لكن هل انت بتبني على الكلام ده؟ هو ده اللي انا عايز اقوله. الفرق ما بين ان انت هتشتغل الاطراف طول المباراه وانك بتشتغل رد فعل، ده دي حاجات يعني انت بتبني عليها افكارك. انت بس بتبني على انك تشتغل هجمه على هجمه مرتده سريعه، لكن في وقت من الاوقات هتشتغل انك بتبني هجمه، ده وضع طبيعي. بص اطرافك بص يا كابتن، في حاجه مهمه دائما، التيم الجيد الكبير زي النادي الاهلي اللي طول الوقت واخد على الحته الهجوميه. ايوه النادي حلوة دي. طول الوقت واخد على الحته الهجوميه، ما هو ده اللي انا بتكلم فيه، وكله بيدافع قدامه. لما بيغير، لما لعبنا الباير، لما جينا نلعب الباير كان لينا شكل جيد هجومي، ما بيبقاش عندنا الحته بتاعت انت طول الوقت بتدافع فما بتعرفش تعمل الحته الهجمه المرتده. اوكي انت علشان النجوم اللي كانوا بيلعبوا لان هم طول الوقت واخدين على اللعب ده. اوكي حاجه الثانيه المهمه، المدرب احيانا في وسط الملعب مثلا لما بيخلي عمرو السوليه يقدر يعمل الحته الهجوميه 40-50%، اوكي بيخلي حمدي فتحي بيعمل 70-80% دفاع، اوكي فده قوي في الحته الدفاعيه فبيعوض السوليه في الحته الدفاعيه. لكن لما بتلاقي لعيب اقل شويه منه استمراريه ولعب وخبره، اوكي فانت عايز الاثنين يعملوا الواجب الدفاعي عشان يدوك النسبه اللي انت عايزها في الدفاع. أوكي. اما الحته الهجوميه والاطراف اللي الكابتن ايمن اتكلم عليها، انت لما تيجي تتكلم على اطراف يبقى انت عايز حد في وسط الملعب كويس يسد وراهم.